منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال خاض امبارح تدريبه الوحيد والأخير على ملعب بنجو في ملاوي استعدادا لمباراة إثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. وضع إيهاب جلال اللمسات الأخيرة في التدريبات على الخطة اللي هيواجه بيها إثيوبيا واللي بتعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم. حساب ليفربول الإنجليزي احتفل بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعبي ليفربول في الموسم، ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول فيديو لمحمد صلاح استعرضت فيه إنجازاته ومهاراته وأهدافه الأسطورية في مانشستر سيتي وتشيلسي وغيرها من فرق الدوري الإنجليزي وتفاعل الجماهير الإنجليزية معه. كمان اتحاد الكرة المصري هنى النجم المصري محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني بعد إعلان نادي ليفربول الإنجليزي فوزه بجائزة أفضل لاعب بالفريق في الموسم الحالي 2021-2022 بتصويت الجماهير. وتعادل أمبي مع الاتحاد السكندري ودياً في المباراة اللي جمعتهم امبارح في إطار استعدادات الفرقتين لاستئناف الدوري المتوقف في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وكمان اتعادل نادي إيسترن كومباني مع فريق المقاولين العرب بنتيجة 0-0 في تاني الوديات اللي بيخوضها الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري واللي هتتلعب يوم 15 يونيو اللي جاي. نادي ريال مدريد الأسباني أعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لمدة موسم لحد يونيو 2023. وكشف نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد النجم مودريتش لمدة موسم إضافي هيخلص في يونيو 2023 بدل من يونيو 2022. لوكا مودريتش سبق وحصل على إذن من الجهاز الفني لمنتخب كرواتيا من أجل الحضور لإسبانيا للتوقيع على عقده الجديد مع الريال. منتخب الجزائر فاز على المنتخب التنزاني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على الملعب الوطني بمدينة دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. أهداف منتخب الجزائر جت عن طريق رامي بين سبعيني ومحمد الأمين عمورة في اللحظات الأخيرة من كل شوط، هدف بين سبعيني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، والهدف الثاني جه في الدقيقة 90 من المباراة. منتخب هولندا فاز على منتخب ويلز بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأوروبية الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي اتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقط، وجي منتخب ويلز في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة برصيد 0 من النقط. منتخب بلجيكا اكتسح المنتخب البولندي بنتيجة 6-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب الملك بودوان ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي اتواجد منتخب بلجيكا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ومنتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقط. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لهدير ومصطفى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا هدير.